حسن الحريري كان لاعب كرة قدم فريق القرد الفلاحي. بعد ذلك كان هناك إعلان على الولوج إلى دار إذاعة والتلفزة المغربية من خلال منشور، وإذا من خلال امتحان في مصر محمد الخامس، واللي كان المشرف على الامتحان هو المرحوم طيب الصديقي. الحمد لله تمكنت باش نكون ضمن العشر الاوائل اللي غيمشي يدوزوا ستاج بالقناه الاولى تافا، وكان من ضمنهم عبد الرحمن العدوي وفيروز كرواني ومجموعه من الصحفيين. لما نجحت في هذه المرحله الاولى جات المرحله الثانيه، التقيت في قسم التحرير بالاذاعه الوطنيه بالتلفزه المرحوم احمد الزايدي، اللي كان انذاك هو المشرف على نشاط الاخبار، هو التي قدمها مع المرحوم احمد المدن. كان هناك حديث قصير مع المرحوم احمد الزايدي، قال لي شنو عندك كمستوى دراسي؟ قلت له عندي ادب عربي. قال لي لا، قال لي خصك تمشي تقرا الصحافه 4 سنين، 4 سنوات. قلت لي انا عندي ادب عربي. قال لي لا، بغيت تكون صحفي خصك تمشي تقرا في المعهد. الحمد لله جد جد راضي، لاني عشت احسن الفترات ديال الرياضه المغربيه، ألعاب أولمبية، بطولة العالم في كرة القدم، بطولة العالم في ألعاب القوى، دورات المتوسط. الحمد لله عشت أحسن الأيام وأنا جدا راضي، ولكن الجندي تفتخر بالنياشين ديالو التي علقها في الصدر ديالو، فأنا أفتخر بمجموعة من التغطيات اللي قدمتها. عملت شي 4 ديال المرات ألعاب أولمبية، بدءا من سيدني 2000، أتينا 2004، بيكا 2008، ولندن 2012. درت ألعاب متوسط بألميريا، باللاذقية، وأخيرا بتراغونا. درت ألعاب كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 94. الحمد لله عملت جميع التظاهرات الرياضية، وأيضا علقت على مجموعة من الأرقام القياسية لا بالنسبة لسعيد عويطة في 5000، أظن في 5000 ملتقى كولون لما نزلت تحت حاجز 13 دقيقة. 2009 نفتخر بأني علقت مباشرة على 2 الأرقام القياسية ديال الجامايكي أوسين بولت في 100 متر و 200 متر، و 200 متر مازال متعلق به لأنني أعطيت فيه كل الأشياء الجميلة. أوسين بولت 19 ثانية، 19 جزء من 100. هشام القروج في أثينا لما فاز ب2 ديال الميداليات الأولمبيتين في 1500 وفي 5000، كنت في التعليق إلى جانب الزميل ديالي سعيد صدوق. أنا جد راضي على المسيرة ديالتي في التلفزيون. أنا أولا أؤمن بالانتقاد، ولما يكون الانتقاد الهادف والجيد فأنا أؤمن به، والحمد لله أي شخص عمره ما تكون منزع على الخطأ. وانا اي انتقاد تنشوف فيه انتقاد بناء تنستجب للرغبات وتنصلح الاعوجاج. واي واحد الحمد لله، حتى مثلا الزميل ديالي والاستاذ ديالي سعيد زدو تقول لي اللي ينتقدك راه بغاك، ودائما سمع الانتقاد وخذ منه الاشياء مزيانه والاشياء الاخرى، لان كاين بعض الانتقادات شويه هدامه، علاش حسن يميل الى هذا الفريق او هذا الفريق او هذا الفريق. وانا دائما مع انتقاد الهادف وايضا البناء. صراحه عشت مع مجموعه من الزملاء ديالي الفترات من 87 باش دخلت للتلفزيون، عشت معهم احسن الفترات في الانتاج التلفزيوني للبرامج، خاصه البرنامج العالم الرياضي الذي كان من البرامج القويه في الساحة العربية، لأن المجموعة اللي كانت تشتغل أيام سعيد صدوق مجموعة متجانسة. نذكر لك الزميل محمد عمور الآن اللي في الإخبارية في الجزيرة الرياضية، الزميل محمد زمان، قائمة بالعوشي،
مجموعة كبيرة، أعطينا كل الأشياء الجميلة للمشاهد الكريم. وأظن هذه الفترة هي الفترة الذهبية للبرنامج العالم الرياضي. الآن صراحة المستوى طاح، مستوى طاح. الكل ذي استفسير اللي تلقى بي تقول لي الفترة دي سايز كنتم الأحسن، كان عندكم واحد فريق ديال الأحلام، أحسن الصحفيين ما شاء الله، الآن علاش هذا المستوى؟ أظن حتى أن الصحفيين لا يتابرون، لا يجتهدون في تقصي المعلومة، في متابعة الأخبار، في القراءة، في مثلا إنماء الباك جراوند ديالهم، خاصة في الثقافة الرياضية، هذا مشكل كبير. هو ما بقاش ثقة، باقي تتشبت بواحد الخيط ديال الأمل، لأن باقي واحد المجموعة تلة من الصحفيين تجتهد بواحد الطريقة جيدة، كزميلة قائمة بلعوشي، كأمين نوري، بن تركة، سعيد أنيس، هادو تلة اللي باقي فيهم ذاك النفس، باقيين يحافظوا على ذاك الموروث القديم. لكن نتمنى الزملاء الآخرين يبذلوا واحد المجهود، لأن احنا باش كنا في الفترة الذهبية مع سايز دوق راه كنا غاديين بواحد السرعة جنونية ديال 200 كيلومتر في الساعة، الآن السرعة نزلات شي أما، الناس غاديين بواحد 80%. الآن كاين واحد الجيل، جيل جديد، جيل اللي لقى أمامه مجموعة من مسائل سهلة، من المواقع كجوجل، يعمل أي حاجة تخرج ليه. ولكن في أيام العباقرة في الصحافة المكتوبة ما كانش عندهم جوجل، كان عندهم أولا الريشة، وثانيا جوج أو ثلاث ديال الصحف اللي كانوا تستمدوا منهم الخبر، كانت جريدة ليكيب، وكانت فرونس فوتبول، وكانت مونديال. بس باش تلقى مثلا خبر ديال التينيس شكون اللي يربحوا المسائل، وسير قلب، كانت ندبزوا باش نمشيو مثلا الكيوسك او الاكشاك ديال لاكار ديال الرباط، باش نحلوا خلسه ديك ليكيب، ولقاو فيها بان ايفيلاندال خسر مع جون ماكرو في اليوس اوبن ديال سنه 1984. حسن الحريري ظل وفيا للاذاعه والتلفزه المغربيه. اولا المشوار اللي قضيته الحمد لله مشوار الحمد لله جد ناجح، اكثر من 30 سنه كلها نجاح، كلها تغطيات الحمد لله ناجحه. حسن الحريري ان شاء الله قريبا، ان شاء الله غتشوفوه قريبا في احدى القنوات العربيه في دول الخليج. حسن الحريري اللي تخصص في مجموعه من الانشطه الرياضيه اللي تش واحد مدها فيها لكل مشى لكرة القدم. حسن الحريري الآن متخصص في الفروسية، في الغولف، في ألعاب القوى، وهذه من الأنواع اللي حبيتها ولقيت فيها واحد الراحة، وتنعطي فيها الحمد لله، تنعطي فيها الشيء الكثير. قمت بالتعليق على آخر مقابلة اللي جمعته بالملاوي، كان فوز مريح، لكن باقي ما قنعناش المنتخب الوطني، باقي ما عطاناش ديك السمات اللي عطاها لنا المنتخب الوطني في مكسيكو، كان العرض، كان الاسلوب، كان الاداء، كان الاهداف، كل لعيب. الان مازال اونغي غونار تقلب على بعض التوابيت، باقي تقلب على شكون اللي غادي يلعب في الرواق الايمن او الرواق الايسر، علاش بن عطيه ما جاش، علاش هذا، باقي احنا محتاجين اللي منتخب قوي، لان مازال عندنا لقب واحد اللي جبناه من اديس ابابا، حرام المنتخب الوطني من اديس ابابا باقي ما ربحناش لقب قاري اخر. نتمنى في الكاميرون 2019 يكون لقب ثاني مع ايرفي غونار. شكرا على الاستضافه، وتتمنى لكم مشوار رياضي في الاعلام الرياضي بشكل متميز لقناه الدار.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.